هنتكلم دلوقتي على الاستراكشر اوف ذا سكيليتال ماسل، تركيب العضله الهيكليه. العضله الهيكليه بتتكون، لو حضرتك جبت قطعه لحمه من عند جزار او عضله كامله من عند جزار هتلاقيها بتتكون من ايه؟ من ماسل. الماسلز دي بتتكون من مجموعه مما يسمى البندلز. البندلز دي بتنقسم الى ما يسمى بالماسل فايبرز او المايو فايبرز، الالياف العضليه. الالياف العضليه دي بتتكون من مجموعه مما يسمى بالمايو فايبرز، اللويفات. حضرتك شايفه قدامك دي لويفات مايو فايبرز. المايو فايبرز اللي هي المايوسايتس، اللي هي الخليه العضليه، بتتكون من مجموعه من المايو فايبرز اللي هي اللويفات. يبقى كتليفه بقت تصغيرها بقت لويفات، مجموعه من اللويفات. اللويفات دي او المايو فايبرز، كل فايبرز بيتكون من مجموعه من الوحدات البنائيه بيسموها الساركوميرز، اللي هي الوحده البنائيه للخلايا. الساركوميرز دي اساس تكوين المايو فايبرز. المايو فايبرز بيتكون من جروب من الريبيتد ساركوميرز. الساركوميرز دي اللي بتمتد ما بين تو زد لاين زي ما حضرتك شايف كده. جوه الساركوميرز بتنبني مما يسمى بالخيوط العضليه اللي هي عباره عن اكتين والاكتين والمايوسين. المايوسين اللي هو السيك بروتين، والاكتين اللي هو السن بروتين. من عين البروتين سيك اللي هو المايوسين، وسن اللي هو الاكتين. يبقى كانت الاول عضله كامله ماسكه في البونز قدام حضرتك، بتتكون من مجموعه من البندلز. البندلز بتتكون من مجموعه من الماسل فايبرز. الفايبرز دي بتتكون من مجموعه من المايو فايبرز. يبقى كانت ليفه عضليه اللي هي المايو فايبرز، بتتكون من مجموعه من الليفات العضليه اللي هي المايو فايبرز. كل مايو فايبرز بيتكون من مجموعه متكرره او ريبيتد يونتس من الساركوميرز، كل واحده من دي بنسميها ساركوميرز. الساركوميرز بتتكون من مجموعه من الخيوط العضليه اللي هي بتتكون من عمر البروتين اللي هو المايوسين والاكتين زي ما حضرتك شايف بالشكل ده كده. دي ودي الوحده التركيبيه اللي هي الساركوميرز، الوحده التركيبيه والوظيفيه للسكيليتال ماسل. لو شفنا صورة تانية، ادي الساركوميرز هي البيزك ستراكشر اند فانكشن يونت اوف ذا ماسل، هي الوحدة الوظيفية والتركيبية او التركيبية والوظيفية للعضلة الهيكلية. دي الساركوميرز بتقع ما بين دي المايوفايبرلز او اللويفات العضلية، بتتكون من مجموعة متكررة من الساركوميرز، كل واحدة ما بين اتنين زد لاين. ادي المايوفايبرلز خدوا منه حتة وكبروها، هي الساركوميرز. الساركوميرز دي جواها الخيوط العضلية اللي هي عبارة عن السيك فيلامنت. السيك فيلامنت ده عبارة عن المايوسين بروتين، والسين فيلامنت اللي هو الاكتين بروتين. نوعين من البروتين، واحد سين واحد سيك. السين اللي هو الاكتين، والسيك هو المايوسين. نبص نلاقي ان الجدار بيسموه الساركوليما، والشبكة الاندوبلازمية اللي هي السيتوبلازمك ريتيكولم يسموها ساركوبلازمك ريتيكولم. ففي بعض المسميات خاصة بالساركوميرز دي. الساركوليما اللي هي الساركوبلازم او البلازمك ممبرين بيسموه ساركوليما. السيتوبلازم بيسموه ساركوبلازم. الساركوبلازمك ريتيكولوم اللي هي الاندوبلازمك ريتيكولوم، دي الفاظ بتطلق او المصطلحات للعضيات او الاورجانيلز اللي موجودة جوه الساركوميرز دي. السكيليتال ماسل كونسيست اوف مالتي نيوكليتد ماسلز فايبر، اللي هي المايو فايبر زي ما قلنا، اللي هي اللفات العضليه. اوف ذا ماسل سيلز بيسموها مايوسايتس. يبقى الخلايا العضليه بيسموها مايوسايتس اللي هي المايو فايبرز. اتش جروب اوف ماسل فايبر فور ماسل باندل، كل مجموعه من الفايبرز دي او الالياف العضليه بتكون ما يسمى بالباندل او الحزمه العضليه اللي هي فازيكولاس. ميد اب فايبرز دونت برانشد، المسل فايبرز دي ما بيحصلهاش برانشنج، ما بتتفرعش. ابير استرايتد ديو تو بريزنس اوف الترنيتنج لايت اند دارك باندز. الشكل بتاع التخطيط بتاع العضله، لان فيها مناطق دارك ومناطق لايت، مناطق مضيئه ومناطق مظلمه.
اتش ماسل فايبر كونتين لارج نمبر اوف كونتراكتاي الالمنت كولد مايو فايبرز، كل ليفه عضليه بتحتوي على ليفات، تصغير ليفه لويفه اللي هي المايو فايبرز، ويتش جيفز ماسل لونجيتودنال ستريشن ان ذا فورم اوف مايو فيلامنتس. يبقى كانت الاول عضله كامله، بقى هي متجمعه اصلا من مجموعه من الحزم بيسموها الباندز، كل باندز دي بتتجمع من مجموعه من الالياف بيسموها مايو فايبرز او المايو سايتس. كل مايو سايتس او مايو فايبرز بتتكون من مايو فايبرز اللي هي فيها تصغيرها، كل مايو فايبرز بتتجمع من او بتتكون من مجموعه متكرره من الساركوميرز. الساركوميرز التخطيط بتاع العضله، لان فيها نوعين من البروتين اللي هو الاكتين اللي هو السن بروتين والمايوسين اللي هو السيك بروتين. الكونكتيف تيشو اورجانيزيشن ان ذا سكيليتال ماسل، الكونكتيف تيشو اللي موجود في السكيليتال ماسل، يعني عندنا العضله تبص تلاقي حضرتك كل عضله ولها جراب لوحده من الكونكتيف تيشو، جراب من اللوس كونكتيف تيشو. فكلمه اي بي معناها اباف، فهو ده عباره عن لوس كونكتيف تيشو سراوندنج ذا انتاير ماسل. يبقى الكونكتيف تيشو او اللفافه اللي بتحيط بالعضله بالكامل دي بيسموها اي بي مايسيوم. بعد كده اهو زي ما حضرتك شايف كده، لو ديت البونز اهي زي اللي قدامنا دي فيمر، ودي المصل كامله لحمه كامله عضله كامله مكتمله اهي، اللي حواليها ده يسموه اي بي مايسيوم، ده عباره عن لوس كونكتيف تيشو انفلوب زي انتاير ماسل بيحيط بالعضله كلها، ده بيسموه اي بي مايسيوم. يبقى اول اورجانيزيشن او اول ترتيب للكونكتيف تيشو حوالين العضله بنسميه اي بي مايسيوم، ده الجراب بتاع العضله. تاني حاجه اللي هو بيري مايسيوم، بيري كلمه بيري يعني الراوند، يبقى اي بي كات اباف بيري الراوند، ادي البيري مايسيوم. البيري مايسيوم ده ايه؟ بيعمل رابنج للفازيكيولاس اللي هي الباندل من الماسلز. يبقى العضله الكامله دي بتتكون من مجموعه من الباندلز اللي هي الحزم العضليه. الغلاف من الكونكتيف تيشو اللي حواليها ده بنسميه بيري مايسيوم. طيب بعد كده في اندو مايسيوم، اندو يعني انتر او بالداخل، فاللي حوالين المايوسايت او الماسل فايبر اللي هو الليفه العضليه بيسموه اندومايسيوم، اللي حواليها الغلاف من الكونكتيف تيشو اللي حواليها ده بيسموه اندومايسيوم. يبقى الكونكتيف تيشو بينتظم هنا جوه العضله في ثلاث حاجات، اي بي مايسيوم حوالين العضله بالكامل اهو، وحوالين البانزز اللي مكونه العضله يسموه بيري مايسيوم، واللي حوالين المايوسايتس او الماسل فايبر حوالين الليفه العضليه بيسموه اندو مايسيوم. الانتر ماسكولار سيبتا بقى دي فواصل من الكونكتيف تيشو سيباريت البيج جروب اوف ذا ماسل. لما تكون حضرتك بتعرف عضله من عضله زي كل عضله ولها انفلوب، لما تكون عضلات كتيره تلاقي في سيبتا او فواصل من الكونكتيف تيشو ما بين مجموعه هذه العضلات. فده كان الاورجانيزيشن بتاع السكيليتال ماسل. لما نسال نفسنا سؤال ونقول هاو كود سكيليتال ماسل فايبر فورم باندل، ازاي السكيليتال ماسل تكون حزم؟ هتكوننا عن طريق اللي احنا قلنا، عن طريق الكونكتيف تيشو اهو. ادي الايبي مايسم، كلمه ايبي معناها ابون اور اباف، اهي ده اللي حوالين العضله بالكامل بيسموه ايبي مايسم، واللي حواليها اللي هو البيري مايسيوم، كلمه بيري معناها الراوند، اندو مايسيوم معناها ان اور وذن، فاللي حول العضله بالكامل اي بي، اللي حوالين البندل بس بيسموه بيري مايسيوم، اللي حوالين الماسل فايبر بيسموه اندو مايسيوم. فالكونكتيف تيشو اما في صوره اي بي مايسيوم لوس اوفر دنس كونكتيف تيشو سراوندنج انتاير ماسل، او بيري مايسيوم ده هيبقى حوالين البندل او الفازيكولاس اللي هي الحزمه العضليه اللي هي بتكون مجموعه حزم تكون العضله، يا اما اندومايسيوم ده هيبقى كونكتيف تيشو حوالين المسل فايبر، والانتر ماسكولار سيبتا الفواصل ما بين العضلات الكبيره يبقى في كونكتيف تيشو فاصلها، يبقى العضله من الخارج بيحيطها الايبيمايسيوم، الايبيمايسيوم دوت محيط العضله بكاملها، العضله نفسها بتكون من باندلز، كل باندلز حواليها جراب من الكونكتيف تيشو من اللوس كونكتيف تيشو بنسميه ايه؟ بنسميه بيري مايسيوم.
كل بقى باندز بتكون من مجموعة من الفايبرز، الغلاف من الكونكتيف تيشو اللي بيحوط من الفايبرز ده بيسموه اندومايسيا. الفواصل بقى ما بين العضلات الكبيرة او مجموعات العضلات دي بيسموها انتر ماسكولار سيبتا، او الفواصل ما بين العضلات عبارة عن كونكتيف تيشو. ده الميكروسكوبيك اناتومي اوف سكيليتال ماسل. السكيليتال ماسلز بتتكون من قلنا من مجموعه من اللي هو الماسل فايبرز، بتتكون من مجموعه من الفايبرز المليفات، كل مجموعه كل فايبرز فايبرلز او كل لويفه عضليه بتتكون من مجموعه متكرره مما يسمى بالساركوميرز. الساركوميرز اللي هي ما بين 2 زد ديسكس دي. جوه الساركوميرز في ايه؟ في نوعين من الخيوط، السيكمايوسين والسين اكتين. الاكتين اللي هو ده السين بروتين، اللي هو البروتين الرفيع او الخيوط الرفيعه، والسيكمايوسين دي الخيوط الغليظه او المايوسين بروتين. دول نوعين من البروتين موجودين جوه المايوفيلامنتس او اللويفات الايه العضليه. نيجي نتكلم على الفورمز اوف ذا سكيليتال ماسل. ده القصه اللي فاتت دي كلها كانت استراكشر من ماسلز الباندلز الفايبرز الفايبرلز لمجموعه من الساركوميرز اللي هي جواها الفيلامنتس او الخيوط العضليه. شكل بقى او اشكال الخليه العضليه ايه؟ العضله ممكن تاخد اشكال ايه؟ ممكن تاخد تبقى في شكل لونج ماسلز زي اللي في الليمبس، زي الدستنسر ومجموعه الفلوكسور، دي كلها لونج ماسلز. ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى فلات ماسل زي الابدومينال ماسل، ادي اللونج ماسل اهي. نرجع تاني اللونج ماسل دي موجوده في الليمبس، دي كلها لونج ماسلز. ممكن تبقى شكل فلات زي اللي في البطن كده، عضلات البطن زي الاكسترنال اوبليك ابدومينال ماسل وزي الانترنال اوبليك ابدومينال ماسل والترانسفيرس ابدومينال ماسل، دي كلها فلات ماسل. ممكن تبقى في شكل ايه؟ شورت ماسل. شورت ماسل زي عضله اسمها الادكتور، في منها ما يسمى بالادكتور بريفس في البلفيك لمب، دي عضله قصيره جزء من الادكتور ماسل زي هنا بتبقى شورت. فكلمه بريفس دي معناها ان دي شورت، بريفس دي كلمه لاتينيه معناها شورت ماسل، اللي بيشاور عليها السهم دي الادكتور ماسل، الجزء منها القصير ده بيسموه الادكتور بريفس ماسل. ممكن تبقى سفنكتر ماسل، يعني عضله صماميه او زي ايه او رينج لايك ماسل، دي بتبقى حوالين الاورفيس، يعني اللي حوالين الشفاه بتاعتنا دي، دي سفنكتر ماسل تقدر تضم حضرتك الشفتين وتقفلهم بسفنكتر ماسل. زي ايه؟ زي اللي حوالين الفم دي اللي عامله اللي حضرتك تقدر تضم بيها الشفتين بيسموها اوربيكولارز اوريز ماسل. في كمان اوربيكولارز اوكولاي ماسل اللي حوالين العين اللي في الجفن دي، اقدر اقفل بها العين دي بيسموها اوربيكولارز اوكولاي ماسل. يبقى السفنكتر ماسل دي عضله بتبقى بتمثل صمام سفنكتر وتقدر تضم بيها، زي الاوربيكولارز اوريز ماسل اللي حوالين الفم وزي الاوربيكولارز اوكولاي ماسل. كمان السفنكتر ايناي اللي هي حوالين الانس، الصوره دي في الدوج او زي ما حضرتك شايف، العضله دي بيسموها السفنكتر ايناي ماسل، العضله تضمن منطقه الايه فتحه الشرج دي اللي هي السفنكتر ايناي ماسل دي الراوند الانس. فالعضله ممكن تبقى لونج، ممكن تبقى شورت، ممكن تبقى فلات، ممكن تبقى سفنكتر. دي الفورمز بتاع العضله، لونج ماسل فلات ماسل اهو، الشورت ماسل زي الكلمه بريفز الادكتور بريفز، السفنكتر ماسل زي الاوربيكولارز اوكولاي او اوربيكولارز اوريز او اللي هي السفنكتر ايناي ماسل. دي الفورمز الاشكال بتاعه العضلات الهيكليه. طب العضله الهيكليه السكيليتال ماسل لها اجزاء اللي هي البارتس اوف ذا سكيليتال ماسل. العضله لها ثلاث اجزاء اساسيين هما الاورجن، منشا العضله لو اعتبرنا هي العضله بتعمل ايه اصلا. العضله بتحرك مفصل في الاساس، فالعضله تلاقيها بادئه من عظمه ومنتهيه في عظمه تانية وبتمر على مفصل عشان يبدا تشتغل على المفصل ده تحركه. فاي عضله تلاقيها بادئه من عظمه منتهيه في عظمه تانية ومعديه على مفصل، بدايتها بيسموها الاورجن، منشا العضله. منشا العضله بيبقى بوني برومينانس، تمام. المنشأ ده هو تمسك فيه نتوء عظمي، الأورجين ده بيبقى
معظمه فليشي بارت، يعني جزء عضلي من لحمة يعني ماسك في نتوء عظمي، وده الأقل جزء في الحركة، ما بيتحركش كتير، ده اللي بيتحرك اللي هو الانسيرشن بتاع. وتاني جزء بيسموه البيلي، البيلي اللي هو بطن العضلة أو الجزء الأساسي من العضلة أو البلك بتاع العضلة، امتلاء العضلة بيمثل البيلي بتاع العضلة اللي أنا بشاور لحضرتك عليه ده، ده البيلي. بعد كده تالي الجزء بيسموه إيه؟ بيسموه الانسيرشن اللي هو الديستال اتاشمنت بتاع العضلة، النهاية بتاع العضلة. النهاية ده دايما بيبقى وتر، الانسيرشن بتاعه بيبقى اسمه تندون، اللي هو الانسيرشن هينتهي في نتوء عظم آخر، ولكنه ما بينتهيش كده، ده بينتهي بما يسمى بالشاربس فايبر. الشاربس فايبر عبارة عن كولاجين فايبر تايب 1. الكولاجين ده فيه منه 7 تايبس، بيبدأ من الهارد لحد ما يبقى سوفت خالص. اول نوع وتاني نوع دول بيبقوا هارد، ودول موجودين في الماسلز وبالاخص في التندونز. ف الانسيرشن بينتهي بما يسمى بالشاربس فايبر. الشاربس فايبر دي تمسك فين؟ تمسك في الفايبرس لاير اوف ذا بيريوستيوم. خدنا مع بعض البيريوستيوم وقلنا انه له اوتر لاير فايبرس لاير وانر سيلولار استروجينيك لاير. خلينا في الفايبرس لاير. الشاربس فايبر دي تمسك فين؟ تمسك في الفايبرس لاير بتاع الايه؟ بتاع البيريوستيوم اللي هو محيط بالعظم. عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل تثبيت للعضله في العظم ده. فالعضله اساس الاجزاء بتاعتها عباره عن الاوريجين، وده الليست موفابل بارت، اقل جزء بيتحرك، والبيلي ده البالك بتاعه والميدل بارت بتاعه، الجزء الاوسط من العضله. الجزء النهائي من العضله بيسموه الانسيرشن اللي هو بيمثل تندون وتر، يمسك بما يسمى بالشاربس فايبر في الاوتر فايبرس لاير اوف ذا بيريوستيوم. العضله دي لما تنقبض تقرب، الانسيرشن هو اللي يتحرك ناحيه الايه؟ الاوريجين، وليس العكس، لان الاورجين ده اقل جزء حركة في العضلة. بالشكل ده كده اهو، بص حضرتك معايا، لو حضرتك بتتني دراعك كده، ادي العضلة دي المنشأ بتاعها، معظمه فليش اللي هو الاورجين زي ما قلنا، وده البيلي وده الانسيرشن. لما نيجي نتحرك بنقرب الاورجين للانسيرشن ولا العكس؟ لا العكس، الانسيرشن هو اللي بيقرب للاورجين، لان الانسيرشن هو الموست موفابل بارت او اكتر جزء بيتحرك في العضلة. لما العضلة تنقبض وتقصر البيلي بتاعتها دي، تقرب الانسيرشن للاورجين. واي عضلة زي ما قلنا بتبدأ من بون برومننس هنا وتنتهي بون تانية في عظمة تانية، وتعدى على مفصل لأن هيبقى في ايديه تقيلة وما عملتش حركة. دي الأجزاء بتاعة الماسل. نشوف مع بعض الفيديو القادم ده، هنشوف على الطبيعة العضلة وأجزائها. أجزاء السكيليتال ماسل قدام حضرتك، ديت سكيليتال ماسل. أجزائها ايه؟ اول جزء بنسميه الاورجين بتاع المنشأ بتاع العضله، بيبقى فليشي ماسك بفايبرس كونكتيف تيشو، والعضله دايما بتمسك ما بين عضتين او بتعدى على مفصل عشان تحرك المفصل في الاساس. فالاورجين ده الفيرست بارت اوف ذا سكيليتال ماسل، ده اورجين بتاع العضله، بيبقى ماسك في العظمه بكونكتيف تيشو. وبعدين الجزء الثاني منها بنسميه البيلي، ده الجزء الاوسط من العضله او الميدل بارت، وده البلك بتاع العضله، بطن العضله هو الجزء الكبير منها. نهايه العضله بقى المسل فايبرز ما بتمسكش في عظمه، ولكنها تنتهي بفايبرس باند بيسموها التندون. نهايه العضله اللي هو تالي الجزء منها يسموه ايه؟ يسموه الانسيرشن. نهايه العضله لو ده كده ينتهي في اي عظمه، فنهايه العضله يبقى عباره عن تندون وتر العضله، زي حضرتك شايفه ده كده، ده التندون بتاع العضله، ده تندون بتاع عضله ثانيه، وده البلك بتاعها او اللي هو البيلي بتاعتها. فاي عضله من السكيليتال ماسل لها اوريجين، وده اللارجست بارت والليست موفابل بارت او اقل جزء بيتحرك، وده البيلي اللي هو البلك بتاع او البطن بتاعتها، وبعدين النهايه بتاعتها بنسميها الانسيرشن. والانسيرشن دايما بيبقى فايبرس، وهو ده اكثر حركه، ويعدي دائما على مفاصل عشان يعمل اكستنشن، يعمل فليكشن، هو ده اللي بيحرك المفاصل. فالسكيليتال ماسل عباره عن 3 اجزاء: اورجين وبيلي وانسيرشن. دي كانت اجزاء السكيليتال ماسل. الاتاشمنتس اوف ذا سكيليتال ماسلز. السكيليتال ماسلز تمسك في التراكيب المختلفه بما يسمى بالاورجين والانسيرشن اللي احنا شفناهم مع بعض، منشاها ماسك في عظمه وده الموست فليشي بارت، والانسيرشن نهايتها بيمسك بتندون بما يسمى بالشاربس فايبرز اللي ماسكه في نتوء عظم اخر، وتمسك في البريوستيوم اللي محيط بالعظمه.
بتمسك كمان بما يسمى بالتندون اللي هو نهاية العضلة، الوتر بتاع العضلة، فيما يسمى بالأبنيوروزيس اللي هو الصفاق، وهنشوف مع بعض وإيه القصة بتاع الصفاق دي، وما يسمى بالرفي أو الرفاق. دي كلها مجموعة من الاتاشمنت، يعني العضلة الهيكلية بتمسك في العظم وبتمسك مع بعضها. لو عضلتين هيتقابلوا مع بعض هيمسكوا مع بعض إزاي؟ هيتصافحوا مع بعض إزاي العضلات دي، سواء هتمسك في العظم أو هتمسك مع بعضها بالأورجن والانسيرشن والتندون والابنيوروزس والرفي. الاورجن عرفناه والانسيرشن، نيجي نتكلم على التندونز. التندونز دي النهاية بتاعت العضلة، بتعتبر عبارة عن فايبرس باند. الفايبرس باند دي ممكن تبقى فلات، ممكن تبقى راوندد، ماسكة العضلة بين تو عظم زي ما حضرتك شايف كده. ده التندون اللي هو يعتبر نهاية العضلة، ماسكة في بوني برومنس وتبقى معدية على جوين. ده الايه؟ التندون زي ما حضرتك شايف. ده التندون ده ممكن يكون راوندد في الاوت لاين بتاعه مدور لو خدنا فيه كروس سيكشن، او ممكن يبقى فلات باند بالشكل ده. دي كلها تندون ونهاية ليه عضلات. الفرق ما بين بقى التندون والليجامنت، يعني حضرتك تسمع كلمة ليجامنت وسمعتها معنا في الارثرولوجي، وكلمة تندون هنا. التندون هو نهاية العضلة، ده ماسك البيلي بتاع العضلة، جسم العضلة، نهاية العضلة يسموه تندون، عبارة عن وايت فايبرس باند، يا اما راوند يا اما قلنا فلات، ماسك العضلة في بوني برومنس او في عظمة، يبقى عمل اتاشمنت للعضلة في عظمة. انما الليجامنت يمسك عظمة بعظمة زي ما حضرتك قلنا قبل كده في الليجامنت. ما هو ده كولاترال ليجامنت، ميديال كولاترال ليجامنت ولاترال كولاترال ليجامنت. فالليجامنت بيمسك عظمة في عظمة، انما التندون اللي حضرتك شايفه ده ماسك العضلة في العظم. ده الفرق ما بين تندون والتندونز والليجامنت. في اماكن زي ما قلنا اتكلمنا في شرح الاستيولوجي، قلنا السيساموييد بون دي عبارة عن عظم قصير بيوجد عند مستوى بعض المفاصل، يسهل يحمي المفصل او يمنع كمان الاوكلوجن بتاع البلاد فيسلز لما تكون العظمة دي موجودة ومعدي تحتها ارتري او فين، ومعدي فوق العظمة دي ليجامنتس او تندون. يعني تخيل العظمة دي موجودة ومعدي فوقها تندون او معدي فوقها ليجامنت رباط، لو معدي بالشكل ده من كتر الحركة هيعمل ايه؟ هيقفل البلاد فيسلز اللي تحته. فدي بتحمي السيساموييد بونز، دي بتحمي انغلاق الأوعية الدموية. او developed in the original tendon tissue to minimize the friction and prevent occlusion of the blood vessels inside. يبقى بتحمي ان يحصل انغلاق للأوعية الدموية اللي موجودة، زي ما احنا شفنا مع بعض قبل كده البروكسيمال سيساموييد بون والديستال سيساموييد بون. التندون ماشي عليهم اهوت، دي بتحمي غلاف المفصل او الجوينت كبسول ويك من الفريكشن، وبتحمي كمان ايه؟ ان الاوعيه الدمويه لو ماشيه تحت التندون انها تتقفل. الابونيوروزيس، الابونيوروزيس باللغه العربيه معناها الصفاق. ده عباره عن سين وسترونج وفلات شيت اوف ذا فايبرس تيشو. الصفاق ده عامل زي القماشة كده، فلات شيس من الكونكتيف تيشو. نبص مع بعض كده، العضلات البطنية اللي هي الاكسترنال اوبليك ابدومنال ماسل والانترنال اوبليك ابدومنال ماسل بتنتهي نهايتها لها جزء فليشي، يعني جزء لحمي، فليشي بارت جزء لحمي، والجزء التاني بتاعها بيبقى ابونيوروتيك بارت. ابونيوروتيك بارت يعني كونكتيف تيشو، يعني فايبرس تيشو. الابونيوروتيك بارت بتاع الرايت والليفت، سواء الاكسترنال اوبليك عضلات البطن دي اكسترنال اوبليك رايت واكسترنال اوبليك ليفت، يتقابلوا في النص عند حاجه اسمها اللينيا البا، الخط الوسطي اللي هيقابلهم اهو. دول عباره عن ايه؟ يعني الابونيوروز ده نهايه العضله، بيعتبر هو الانسيرشن بتاع العضله دي. والاكزامبل بتاعتنا الاوبليك ماسلز اوف ذا ابدوم، في اكسترنال اوبليك ابدومنال ماسل والانترنال اوبليك ابدومنال ماسل. ادي الانترنال اوبليك ابدومنال ماسل، جزء فليشي بارت وجزء ابونيوروتيك بارت، يبقى جزء لحمي وجزء ابيض. الابيض ده يعني ايه؟ يعني جزء فايبرس تيشو. الفايبرس تيشو ده بيعتبر الانسيرشن بتاع العضله دي. العضله بتاع الناحيه اليمين تتقابل مع بتاع الناحيه الشمال في الخط الوسط اللي عندنا، بيمتد من الزيفويد هنا وبيتوسطوا منطقه السره وينتهي فين؟ ينتهي في البيك
بيكتن اوف ذا بيوبس. البيكتن اوف ذا بيوبس اللي هو الحافه الاماميه لعظمه الحوض ده بيسموه ليني البا، ده يعتبر بمثابه الخط الوسطي اللي بيقابل اللي بيحصل عنده تشابك للعضلات. اني عضلات؟ عضلات البطن اللي هي الاكسترنال اوبليك، الجزء الابونيوريتك بارت منها، يعني الجزء اللي بيمثل فايبرستيشو، جزء نسيج دم بس ما فيهش مصل فايبر، ده بيسموه الابونيوروزيس. الرفيل اللي هو الرفاق ده عباره عن انتر ديجيتيشن للابونيوروزيس. الابونيوروزيس اللي احنا شفناه في الصوره اللي فاتت بيتقابلوا مع بعض ويتداخلوا في انتر ديجيتيشن، تداخل مع بعض ويكونوا لي خط كده بالشكل ده كده. بص حضرتك ادي الابونيوروتيك بارت بتاع الاكسترنال اوبليك، العضله المائله البطنيه لها جزء فليش بارت وجزء ابونيوروتيك بارت، جزء ابيض هو عباره عن فايبرس بارت او فلات فايبرس تيشو، اتقابلوا في النص وكونوا لي ايه؟ كونوا لي ما يسمى باللينيا البا. الخط الوسطي ده بيمتد من الزيفويد بتاع الاسترنم من عند القص لحد منطقه العانه او عظمه الحوض، ده الخط بتتوسطه منطقه الامبليكس او منطقه السره. نشوف صورة تانية، ده عبارة عن اللينيا ألبا اللي احنا عاملين عليه بالسهم ده كده بالعلامة الاستفهام، ايه اللي احنا بنقول عليه ده؟ ده اللينيا ألبا اللي هو عبارة عن انترديجيتيشن من الابونوروزيس، ده بيسموه الرفيق او الرفاق. وفي كمان رفاق اخر بس شورت رفي في الفارينجيال مصل لما يتقابلوا مع بعض ويكونوا الفارينجيال رفي، ده عباره عن التقاء الابونيوروزيس بتاعه العضلات. يبقى الابونيوروزيس بتاعت لما تلتقي مع بعضها وتعمل انتر ديجن تكون لي خط كده يسموه الرفي، ده من ضمن الاتاشمنت اوف ذا ماسلز. اللينيا ألبا اللي حضرتك شايفه ماسكه في الهورس ده التقاء مكان الايدين اللي حضرتك شايفها دي، مكان اللينيا ألبا ده اللينيا ألبا. اللينيا ألبا ده مكان التقاء العضلات البطنيه سواء الاكسترنال اوبليك ابدومينال مسل او الانترنال اوبليك ابدومينال مسل، يلتقوا في خط في النص. كل ده ليه؟ يعني فايبرس تيشو يلتقوا مع بعض ويعملوا انترديجيتيشن ويعملوا ما يسمى باللينيا ألبا، ده كله عشان يعمل بيرنج الويت؟ لا، ده كمان في عضله كمان فيها تندينس انترسكشن بيسموها الريكتس ابدومينس مسل، العضله المستقيمه البطنيه، ومن الداخل الترانسفيرس ابدومينال مسل. مجموعه العضلات دي علشان الحيوان كوادريبيدز بيقف على اربع رجول، فالعضلات دي بتعمل بيرنج الويت او بتشيل الوزن بتاع الحيوان. دي كانت الاتاشمنتس بتاعه المسلز، ونشوفها على العينه في الفيديو القادم ده مع حضراتكم. نشوف يعني ايه تندون، يعني ايه رفي، يعني ايه ابونيوروزيس، اللينيا البا. نشوف التراكيب دي في الفيديو ده. الاتاشمنت بتاع المسلز بيتمثل التحام العضلات في العظم، ما بيمسكش دايركت ولكن بيمسك بعض اتاشمنتس. زي اول حاجه عندنا الاتاشمنت بتاع المسل ما يسمى بالتندون، التندون اللي هو نهايه العضله عباره عن وايت فايبرز باند، طبقه ليفيه كده او حزمه ليفيه. الحزمه الليفيه دي يا اما تبقى بليت لايك او شكلها مبطط بالشكل ده، يا اما او اللي هي بليت لايك كده، او انها راوند بالشكل ده كده. ده سوبرفيشال ديجيتال فليكسور تندون وده الديب ديجيتال فليكسور تندون. لو خدنا كروس سكشن في الديب ده هنلاقيه راوند او سيركولار في الاوت لاين بتاعه، انما في السوبرفيشال بنلاقيه اليبتيكا يعني بليت لايك. ده اول حاجه من الاتاشمنت بتاع المصر. في ايه تاني؟ في الابونيوروز والرفي. يبقى ثلاث حاجات بيعملوا اتاشمنت للمصر، يا اما التندون اللي هو نهايه العضله الوتر بتاع العضله، يا اما رفي، يا اما ابونيوروزس، يا اما رفي. وحضرتك تبقى مفرق ما بين التندون والليجامنت. التندون بيبقى نهايه عضله، ماسك عضله وماسكها في عظمه، والعضله بادئه بالاورجن بتاع الليجامنت، ويمسك عظمه لعظمه عظمه لعظمه وماسك في العظمه دايركت على طول، بيبقى دايما جنبه جوينت عشان يعمل لها فيكسيشن، الجوينت ما يحصلهاش ديسلوكيشن او انها تتملخ من بعضها، ده الليجامنت. انما التندون بيبقى عباره عن الانسرشن بتاع المسلز. من الاتاشمنت بتاع المسلز، المسلز ازاي بتمسك مع بعضها او في الانسرشن بتاع بيمسك بما يسمى بالابونيوروز. الابونيوروز اللي حضرتك شايفه ده اهو عباره عن فلات فايبرس شيس كده، بيعتبر هو نهايه العضله، التندون بتاع العضله دي، بس الفلات مسل بتنتهي بما يسمى بالابونيوروز او الصفاق. الصفاق عباره عن فلات شيس من الفايبرس تيشو، فاحنا كده في منطقه الايه؟ البطن. عضلات بيسموها الاكسترنال اوبليك ابدومينال ماسل والانترنال اوبليك ابدومينال ماسل والترانسفيرس ابدومينال ماسل. نهايه العضلات الفلات دي بيسموه ابونيوروز، ده من ضمن الحاجات اللي بيحصل لها اتاشمنت الماسلز او الماسلز بتعمل اتاشمنت بيها. كمان ثالث حاجه في الاتاشمنت
الابنوس ده كان تاني حاجه. تالت حاجه ما يسمى به الرفيق. الرفيق اللي هو الرفاق ده عباره عن انتر ديجيتيشن بتوين الفايبرس انسيرشن بتاع المسلز، بيبقى انتر ديجيت مع بعض. فعندنا في ما يسمى به اللينيا البا. اللينيا البا ده اهي بتبقى عباره عن خط ابيض مجمع الابونيروس بتاع العضلات دي كلها مع بعضها عشان يعمل بيرنج للويت، عشان يحمل الويت بتاع الحيوانات. البطن بيبقى الحيوان واقف شايله كل الفيسرا من الداخل، فده بيسموه الرفيق. المثال بتاعنا اللي هو اللينيا البا في البطن. وفي كمان رفيق في الفارنجيال ماسلز بتتداخل مع بعضها، يعني ايه بتعمل انتر ديجيتيشن؟ يعني الانسيرشن بتاعها يتداخل مع بعضه بالشكل ده. فده الابونيوروزس اهو اللي هو تاني حاجه من الاتاشمنت بتاع المسل، وده الرفيق او الرفاق ده، دي بيسموها الصفاق اللي هو الابونيروس، وده الرفيق. زي ما حضرتك شايف اهو عباره عن فلات شيت، ده الابونيروس فلات شيت من الكونكتيف تيشو، هو نهايه الفلات ماسل اصلا. والرفيق ده تداخل ما بين او انتر ديجيشن ما بين نهايه العضلات مع بعضها او الابونيروس مع بعض.